احنا بنبذل جهد كبير جدا عشان نخفف ونهدئ من حاله يعني الاقتتال اللي موجوده في القطاع، وبنبذل جهد عشان المساعدات الانسانيه كلها تخش. وهنا لازم يعني اسجل كل الشكر وكل التقدير للدول التي قامت بارسال مساهمات ومساعدات انسانيه، وبرضو مهم قوي ان احنا نبذل جهد ونضغط عشان كل المساعدات دي تدخل بحجم يتناسب مع حجم الطلب اللي جوه، حجم الاحتياج اللي موجود جوه القطاع. احنا بنتكلم في 2.3 مليون، النهارده احنا بنتكلم في حصار كان موجود قبل كده وبرضه بقى اشتد جدا في الميه والوقود والمواد الغذائيه والمواد الطبيه والكهرباء كمان، فالاحتياج ضخم جدا. وبالتالي ما افتكرش ان نقدر نحدد ده ب 20 شاحنه او 60 شاحنه او 100 شاحنه، لا، هو اي حجم من الشاحنات اللي ممكن يدخلها للقطاع امره في منتهى الاهميه دلوقتي.